تعادل ايجابي في الشوط الاول بين سان داونز والاهلي 1-1. نجح ياسر ابراهيم انه يجيب من ضربه ركنيه راسيه ولا اروع، وتعادل سان داونز في الدقيقه 29 برضه من كره ثابته كانت ركله ركنيه او ضربه ركنيه. النادي الاهلي بيلعب بتنظيم دفاعي جيد جدا ولحد دلوقتي ناجح انه يقفل على مفاتيح لعب او مفاتيح الخطوره عند سان داونز اللي عنده، مش عايز اقول برود اعصاب، لا يعني هم بيحضروا كتير جدا وما بياخدوش المخاطره، وده لحد دلوقتي في صالحنا الحمد لله رب العالمين، ان هو مثلا يسدد يحاول يعمل مخاطره واحد ضد واحد او ياخد اللي هي زي ما بنقول كده ان انت يبقى عندك تصرف فردي تقدر انت تخلص بيه الماتش. الحمد لله هم ما بياخدوش الحته دي، هم بينقلوا كتير جدا، عندهم بطء كبير جدا في ايقاع اللعب، في بدء الهجمه من تحت لقدام، فده مدي فرصه ان النادي الاهلي قافل كويس قدام مرمى. هنروح لفاصل وبعدين نتكلم عن احداث الشوط الاول مع ضيوفنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن النادي الاهلي قدر يحقق نتيجه جيده خلال الشوط الاول. احنا الحمد لله احنا اللي جبنا اول هدف من ضربه ثابته. احنا كنا بنتكلم على الضربات الثابته بتاعتهم. هم واضح ان هم فرقه انت اللي مديها المساحه ان هم يقدروا يضغطوا عليك لانك بترجع لغايه نص ملعبك. يعني الشكل الدفاعي البحت اللي انت حاطه ورا والمساحات اللي انت عايز تخطف فيها اللي كنت تعمل كور طويله قدام او بتعتمد على انك تمسك الكوره بعد الهدف، انت كان يعني مش شايف فرقه الاهلي ممكن تمسك كوره وتضغط على اللعيبه دي، بتفقدهم التفكير، انما انت مسهل عليهم الشكل ان هم يوصلوا عندك ناحيه الشمال او يروحوا لك ناحيه اليمين، وبيلعبوا على ايه؟ على الضربات الثابته بمساعده طبعا لاين مان الناحيه الثانيه اللي هو اي كوره مستني الحكم يدي قرار، يعني هو ما عندوش قرار خالص. الكوره بتبقى عنده يعني كبيره قوي يدي اوت. فانت المفروض تمسك يا ايمن الكوره وتبقى عندك ثقه في نفسك، وانت كسبان 3-0 كنت قبل ما يجي فيك الهدف، يعني كان لازم يبقى لك وجود احسن من كده وتحركات احسن من كده. لعيبه بتجري، اللعيبه الحاله البدنيه شغاله كويس قوي، بس ما ينفعش كمان انا الكره تتباص عندي في العمق وانت بتلعب 8 ورا، يعني ما ينفعش يتعمل عليا باص 1-2 وكره توصل لغايه بنون او توصل لغايه ياسر ويبقى معاهم واحد فاضي على 5-6. فلازم يبقى في تركيز اكتر من كده وثقه اكتر من كده. خلاص وصلت المرحله الحمد لله، جبت جول وبقت النتيجه كبيره عليهم، هم اللي عندهم الضغط، هم اللي عندهم ازاي هيعملوا ايه في الموقف اللي هم فيه. فالحمد لله ان ربنا عدى اول 45 دقيقه بوجودك على في الملعب بهدف لهدف، لسه هم عشان يتخطوك عايزين كمان 3 جوان. يعني انت لازم بقى لك وجود اكتر من كده بانك تبقى عندك اعصاب هاديه وتمسك الكوره واللعيبه اللي قدام يبقى عندك شكل هجومي بس عمق هجومي. محمد شريف يبقى اكتر قدام عن كده على اساس ان لو اتزنقت او اي حاجه يبقى في محطه عندك انت بتبعت الكوره فيها. كابتن علاء، النتيجه تعتبر جيده في الشوط الاول واداء النادي الاهلي يمكن يغلب عليه الطبع الدفاعي، بس قدرنا نجيب هدف من كره ثابته. هل هيستمر نفس الاداء او نفس الاسلوب الشوط الثاني من مستر موسيماني ولا ممكن نلاقي تغيير؟ لا ما اعتقدش هيبقى تغيير، هو ده شكلك خلاص كده بتقابل من اول دايره السنتر. لكن هو لازم انت عامل زحمه في نص الملعب، لازم مساحات تتقفل اكتر من كده برضه. يعني انت عامل زحمه بس بتعمل غلطه صعبه قوي في الكوره، انك زحمه بس انت ما بتقفلش المساحات، بترجع لورا. يعني دايما بنتكلم كده في الاستوديو، يا جماعه الخطوتين اللي بتاخدهم ورا طب ما تاخدهم قدام. بالزحمه دي مش هتلاقي مساحات بيلعبوا فيها دي. يعني احنا قلنا الطريقه خلاص واضحه ان هو يلعب 3 في نص الملعب وبيحاول يعمل زحمه وكل حاجه، لكن لازم المساحات تقفل. الحاجه الثانيه لازم الكوره، كنا بنتكلم انا وكابتن شريف الوقت قبل ما نطلع هوا، اما تستلم الكوره لازم الكوره تبقى في رجلك اخطر من كده. ايمن انت ليه بتخلص من الكوره بسرعه؟ ما انت بتخلص الكوره بسرعه بتدي مهمه الكوره بيعمل عليك هجمه، انت بتديله الثقه على فكره وما خدهاش من نفسه. هو فريق بيلعب كوره لكن ما مش نتيجه، يعني هو في كل الاحوال طريقه لعبه ما بتغيرش قبل الهدف زي بعد الهدف، لكن بيلعب كوره ماشي، كوره حلوه كل حاجه، لكن هو مش فارق. الايقاع واحد هو مش فارق معاه النتيجه. غريبه جدا. كان بيتكلم في النقطه، هو مش فارق معاه كام، هو بيلعب الكوره اللي هو متعود عليها ما عندوش مشكله فيها، لكن الكوره متعود عليها دي عشان تخلص الموضوع ده انت لازم المساحات تقفل كويس قوي. الحاجه الثانيه لازم الكوره تبقى في رجلك اكتر من كده، لكن طبعا النتيجه 1-1 وكنت متقدم 1-0 طبعا النتيجه ممتازه اكيد. صحيح. كابتن مسامه، يمكن انت قلت ان هم يعني في حته التحضير بطء جدا وبياخدوا وقتهم قوي، ده مساعد النادي الاهلي الشوط الاولاني. سان داونز
هيستمر على نفس الاسلوب دوت ولا هل ممكن بقى يرجع للكرات العاليه الشوط الثاني؟ لا انا قلت لك يمكن من بدايه اللقاء لما جينا نتكلم في الاول قلت لك ده اسلوبهم على قد ما هي حاجه فيها ميزه انك عندهم ثقه في التحضير ونقل الكوره لكنها برضو سلبيه في جزء كبير انه ما عندوش مخاطره يعني في مواقف كتيره على ال 18 ممكن يحصل تسديد ممكن يحصل تغيير في سرعه الاداء لكن هم رتمهم على طول في كل ماتشاتهم انه ينقل حتى داخل ال 18 يقعد ينقل لغايه لما يجيب الكره بقى من داخل السته يارده من جنب من الجناب من بره ال 18 بس انا اقصد نقل كتير زياده عن اللزوم طبعا النتيجه ممتازه انت عمرك ما كنت تتمنى اكتر من السيناريو ده انك تنزل صحيح. في بدايه اللقاء وتجيب جول. اتصعبت عليهم بقيت 45 دقيقه بس سواء انت استمريت بالشكل ده او خدت الشكل الثاني وضغطت من قدام لان دلوقتي بقت النتيجه اصعب عليهم مزبوط. 45 دقيقه ولازم يجيبوا 3 اجوان لو ضغطت من قدام ممكن تغلطهم وبقتش في عندك خوف قوي لان هم مطالبين يجيبوا 3 اهداف فربنا يسهل لك النتيجه اكتر من رائعه لغايه دلوقتي كابتن بلال قعدنا نتكلم على الكرات الثابته الجولين جول من كرات ثابته الاثنين تقريبا من كورنر وشفنا التعامل مع من ياسر في الجول الاولاني هايل ولكنه احسن راس حربه والجول الثاني برده كان من كره ثابته وللاسف برده كان في خطا من في الطلعه من ياسر ورامي حتى ما طلعش كان معتمد على ياسر فيها الشوط الثاني مستر موسيماني يعمل ايه شوف طريقة اللعب بتاعت النادي الاهلي يعني كتمركز جيدة ولكن كويس. العناصر ممكن تبقى تتغير شوية يعني انا بشوف انت طالما انت هتلعب باربعة تلاتة تلاتة الطريقة اللي بيلعب بها مستر موسيماني هتقفل نص ملعبك بشكل كويس. يبقى اذا المفترض يبقى في الحتة دي مش رامي ربيع يبقى في الحتة دي اكرم توفيق لو هو جاهز كويس. لعيب عنده قدرات وعنده امكانيات رامي ربيع اكرم توفيق تقدر تستغله في ناحية اليمين لان هاني دايما اتنين على واحد واحد على واحد أي. انت محتاج واحد من نص الملعب طالما انت بتلعب بتلاتة يبقى يمين شويه ناحيه الطرف واللعيب الثاني يمين ناحيه الطرف الثاني لان انت بتلعب فرقه كل امكانياتها في بناء الهجمات ان هي توصل لطرف الملعب وتبتدي تعمل الكروسات او تعمل الدبل باص يبقى 2 على 1 التعامل مع الكرات الثابته خصوصا لو نزل لنا الراجل اللي بره اللي هو بيلعب بدماغه كويس قوي بص طبعا التمركز الجيد المان تو مان ده مهم جدا 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 النادي الاهلي الشوط الاول يعني جه فينا جول وكان ممكن يجي فينا هدف ثاني بياخدوا كل الكرات العاليه المفترض يعني احنا دايما في ال 18 احنا زياده يعني الاهلي بيبقى زياده احنا بيبقى 8 ضد 5 7 ضد 4 المفترض ان انت تمسك بشكل كويس قوي صحيح. يبقى في الشناوي يبقى بيتكلم كتير جدا مطلوب من الشناوي يتكلم كتير جدا يمسك اللعيبه يعني رامي ربيعه في الكره دي مش ماسك حد ياسر ابراهيم برده مش ماسك حد لعيب واقف لوحده بيطلع بسهوله جدا بيحط الكره في زاويه مستريح جدا أيوة. لازم الكلام الكتير جدا في ال 18 عشان كل صحيح. واحد يمسك واحد صحيح. وما يبقاش فيه خطوره لفرقه صن داونز في كره السله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الثاني ارجوكم انتظرونا